بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتعرف على آخر بيت وايز أوبريتورز اللي هو شيفت رايت. شيفت رايت هنتعرف على موضوع الشيفت رايت. لاحظ السام عكس الشيفت ليفت. شيفت رايت إزاحة جهة اليمين. إيش معنى الإزاحة جهة اليمين؟ لاحظ الآن في المثال قدامك عندي فال قيمتها 4. لاحظ الأربعة حق الباينري كيف يكون؟ لأنه واحد هنا وهنا 2 وهنا 4. الآن هذا الباينري حق 4. لو أنا كتبت إيكو، لاحظ الآن كتبت له فال 1 إزاحة جهة اليمين بمقدار 1 مثلا. الآن أنت تقول له، كأنك تقول له الآن ضيف بت من اليسار، ضيف بت من اليسار واحذف واحد من اليمين. الآن لاحظ إيش اللي يصير. إزاحة زيح بواحد، يعني ضيف واحد من هنا ويمسح واحد من هنا. الآن صار كم؟ صار رقم 2. صار رقم 2، يعني كأنك تقول له دف للخانة اللي قبل بالطريقة هذه. مثال عشان نوضح المثال أكثر، لو كان عندي، خلينا نرجع القيمة 4 زي ما هي. الآن لو قلت له أنا إزاحة باثنين، إزاحة باثنين، لاحظ الآن كيف حيكون الناتج. حيكون الناتج بالطريقة هذه، هو حيدف على جهة اليمين باثنين، حيدف على جهة اليمين باثنين. معناته هيكتب، لاحظ الواحد حيجي هنا لأنه هو حيدف البتات من هنا بمقدار 2، يعني يضع 2 هنا ويمسح 2 من هنا. هذا معنى إزاحة جهة اليمين. لاحظ الآن طلع معانا نفس إيش؟ طلع معانا نفس اللي هو الناتج، نفس الناتج. لحظة خلينا نشوف عدد البتات. الآن هنا حيكون كم؟ هنا حنحذف 2. طيب هنا 8 8 8 وهنا 8، هنا حيكون في 1. طلع تقريبا نفس الناتج. معنى الإزاحة يعني دف من جهة اليمين، دف من جهة اليمين، إزاحة اليمين، دف من جهة اليمين 2 بت، يعني ضيف 2 بت من جهة اليسار عشان يدف لك جهة اليمين. هذا معناها عشان يدف لك جهة اليمين. الآن الأربعة أصبحت 1، ليش؟ لأنه دف بتين جهة اليمين، دف بتين جهة اليمين. خلينا لو قلنا مثلا عندي 5 بدل 4، وقلنا هذا البت 1 و 4. الآن لاحظ لو بسوي له إزاحة جهة هذا، جهة اليمين، حيكون كذا. الآن لاحظ معايا حيدف 2 صح؟ حيقول 0، حيقول 0، حيقول 1. ليش؟ لأننا احنا زدنا 2 من هنا وحذفنا 2 من هنا. هذا معنى إزاحته جهة اليمين ب2، فبيقي الواحد هذا، فبيقي الواحد هذا، فيطلع الناتج 1. خلينا نطبق ونشوف على كلامنا، معناته الناتج 1، معناته الكلام مظبوط. وهذا معنى شيفت رايت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.